صباح الخير احبائي واجمل اخوات ليا واجمل اصدقاء ليا. انا مش بتاجر بالموضوع رني عبد المسيح زي ما الكل بيعتقد، ولكن انتوا ما بتشوفوش التعليقات اللي بتجيلي. الناس بتسالني وانا قلت لكم ان انا هبقى انزل لكم مقالات ليا عشان تعرفوا وتتاكدوا اني راجل مش صغير وراجل صحفي وليا وضعي وبرستيجي الحمد لله. لكن كل اللي انا عايز اقوله لاخواتي، الناس بتتساءل وهي وصوابعك مش زي بعضيها. في ناس بتقول لك طب هي رانيا ليه ما طلعتش لحد دلوقتي، وفي ناس رانيا تقول لك طب ما هي كفايه اللي حصل لها وكفايه اللي شافته مش هتطلع وتخطب. كل واحد وليه كلام وكل واحد وليه وجهة نظر. انا ما اقدرش امنع، انتوا عارفين احنا كام يعني القناة فيها كام مشترك، نشكر ربنا الوف الوف الالوف، وده يعني بيكم انتوا اصحاب القناة، انتوا اللي عملتوا القناة دي مش انا. فاحنا يعني الموضوع هو دردشة ونقاش وجدال، مش اخرس يا جرجس مش عارف ايه انت بتتاجر. انا لا بتاجر ولا محتاج ان انا تاجر، انا ما بستفادش حاجه من اليوتيوب ولا باخد اي حاجه ولا خدت اي حاجه الحمد لله. ولكن الناس مستغربه ليه رانيا ما طلعتش لحد دلوقتي، ليه رانيا ما طلعتش بفيديو زي ما طلعت، وليه رانيا ما قالتش انها كانت مجبره ومجبره. طب ما هو الانبا بنيامين طلع واتكلم وقال، والنهارده جبت القصه من اولها لاخرها وهو بيكلم زميل ليا اعلامي اسمه نادر، وقعد البابا يحكي له كل حاجه ويكلمه. اصبروا عليها شويه، اصبروا، هتخرج هتروح فين يعني؟ يعني فاهم ازاي؟ يا جماعه حتى لو اسوأ الفروض حصل اللي حصل وفي تعليمات جات لهم انهم ما يتكلموش او رانيا ما تظهرش خالص، رانيا انسانه عاديه ما هياش قديسه ولا ملاك ولا بني ادم زيها وزيك زيها. حصلت وتعرضت لموقف سيء وربنا وقف جنبها ورجعت. ما هواش يعني اخواتنا المسلمين بيذبحوا ولا جزارين، لا هم بني ادمين عاديين فيهم الاعتدال وفيهم المحترم وفيهم الكويس، وهم اغلبيتهم كلهم محترمين وكويسين وفوق دماغنا كلنا، مش عشان خاطر شويه غوغاء وشويه قله. عادي، ما انت فيك يا مسيحي برضه منك اللي ما بيحبكش واللي بيكرهك واللي بيعمل كل حاجه. يا جماعه اسمه عالم، اسمه عالم، ودنيا يعني فيها ادنى ما يكون، وعالم يعني بيجمع كل الناس، عالم فاهم ازاي؟ يقول لك ده العالم ده بيلم يعني علم وكل حاجه وكل الكلام ده. فاهمني؟ مجتمع هي عباره عن مجموعه جماعات، كلمه كنيسه هي عباره عن جماعه من المؤمنين. هل الكنيسه هي كلها مجموعه من المؤمنين؟ لا، في ابليس بيخش جوه انسان. ويهوذا الاسخريوطي كان من تلاميذ يسوع، كان من تلاميذ يسوع، ولكن الشيطان دخل جواه وخرج بره الكنيسه وما اصبحش من جماعه الكنيسه. يا جماعه يكون عندنا علم ويكون عندنا حكمه في السؤال والاستفسار، وكل واحد من حقه يسأل ويقول. أنا خلصت عن موضوعي في الأخت رانيا عبد المسيح، ولو جات لي تعليقات وناس كلمتني أتكلم زي ما في ناس كلمتني وقالت لي أرجوك رد على تينا، أنا رديت واتكلمت ما بتكسفش. كمان النهارده يوم جميل، وهو يوم من 14 الشهر المبارك من شهر ابيب، بتكلم عن موضوع وبخش في موضوع تاني. يقول لك ايه علاقه موضوع رانيا بعلاقه الموضوع؟ يا جماعه ما انا بقول رانيا عبد المسيح وكذا، بتكلم في موضوع اخر. ارجوكم ما تدخلوش الامور في بعضيها. النهارده اليوم 14 من شهر ابيب، وهو استشهاد القديس بروكوبيوس. في مثل هذا اليوم من سنة 303 ميلاديا 8 يوليو استشهد القديس بروكوبيوس، ولما اتوفى والده أخذت
سو أوديسيا ابنها وذهبت إلى أنطاكيا وقدمت هدايا فاخرة للملك دقلديانوس اللي اضطهد جميع المسيحيين، وطلبت منه أن يقلد ولدها ولاية إحدى المدن، فقبل هديتها وأجاب طلبتها وعين والدها واليا لإحدى المدن، وأوصى أن يعذب المسيحيين وأعطاه أمرا بذلك. أهو ما كانش فيه إسلام، وبالرغم من كده كان في تعذيب للمسيحيين. ما هواش المسلمين بس اللي بيعذبوا المسيحيين، صدقوني انا مش مسيحي، انا مسيحي بس انا عارف انا بقول لكم ايه، عشان في ناس يقول لك ايه انت شكلك مش مسيحي. يا عم اعتبرني انا بني ادم، انا مصري، لا تقول عليا مسيحي ولا تقول مسلم، انا بقول كلمه حق. المهم واعطاه امرا بذلك انه يقتل كل المسيحيين. ابتعد قليلا عن انطاكيا وسمع صوتا من السماء يناديه باسمه ويزم فعله ويتهدده بالموت لأنه تجاسر، وقبل أن يعمل ما يخالف أمر الله فقال له: من أنت يا سيدي؟ أسألك أن تريني ذاتك. فظهر له صليب من نور وسمع صوتا يقول له: أنا يسوع ابن إله المصلوب بأورشليم. فخاف جدا وارتعب وعاد إلى بيت شان وعمل له صليبا من ذهب على مثال الصليب الذي ظهر له. وحدث له وهو في طريقه للإسكندرية إن هجم عليه بعض العرب لسلب مالديه، فتغلب عليهم بالصليب الذي معه، وعندئذ قال لأمه: الآن يجب عليك أن تقدم الضحية ليسوع المسيح الذي عضدني بقوة صليبه. فلما سمعت أمه هذا الكلام غضبت وأرسلت إلى دقلديانوس تعلمه بذلك، فأرسل إلى والي قيصرية فلسطين أن يتحقق هذا الأمر ويتولى تعذيبه. ولما استحضر الوالي واعترف بالمسيح ضربه ضربا موجعا حتى أشرف على الموت، ثم زجه في السجن، فظهر له المسيح محاطا بملائكته، ثم حل القيود بتاعته وشفاه من جراحه. وفي الصباح سأل عنه الوالي فقيل لهم إنهم وجدوه مفكوكا سليما، فاستحضره إلى بيت الأصنام حيث كان قاصدا إلى هناك ليصلي. فلما حضر القديس ورآه الجميع صحيحا تعجبوا كلهم ونادوا باسم المسيح قائلين: نحن مسيحيون مؤمنون بإله بروكو بيوس. وكان بينهم أميران واثنتا عشر امرأة وسيؤدوسيا أمهم، فضربت أعناقهم جميعا ونالوا إكليل الشهادة. وكان ذلك في اليوم السادس من شهر أبيب، وأمر الوالي بإعادة القديس إلى السجن لينظر في أمره. وبعد ثلاث أيام استحضاره وقال له: أنا أبقيتك هذه المدة حتى ترجع إلى عقلك وترحم ذاتك وتقدم الضحية للآلهة. فأجابه القديس أن السيد المسيح هو وحده الإله الحقيقي، أما هذه التماثيل المصنوعة من الحجارة والأخشاب فليست آلهة، وهي لا تضر ولا تنفع. فغضب الأمير وأمر أن يشق جنبه بالسيف، فمد سيف اسمه أرشلوس يده بالسيف، فوقفت يداه يبست للحال وسقط ميتا. فأمر الوالي بطعنه بالسكاكين ووضع الخل في مكان الطعنات، ثم سحبوه من رجليه إلى السجن، الأمر بقطع رقابته. ثم ألقاه في حفرة بيئة النار فنجاه الرب ولم يناله. وإذا أخيرا أمر بقطع رأس هذا القديس، بركته تكون معنا، آمين.
وفي مثل هذا اليوم نياحة القديس مكاريوس الإسكندري أب القلالي. في مثل هذا اليوم نياحة القديس مكاريوس، بركة صلواته تكون معنا. وفي مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1064 الشهداء تنيح البابا بطرس الخامس البطريرك رقم 83، وكان يعرف ببطرس ابن داود، وهو من دير أبي مقار، وكان قصا بدير شهران، وتولى الكرسي في 6 طوبة سنة 1056، وكانت أيام رئاسته كلها أمن وسلام، وتنيح بعد أن أقام على الكرسي 8 سنوات و6 أشهر وستة أيام، ودفن بمصر القديمة. بركة صلواتهم تكون معنا جميعا أمين. أشكركم أحبائي على استماعكم لهذا الفيديو، وأتمنى من الرب أن يكون معكم دائما وأن يحافظ عليكم وتكونوا بخير وسلام. لو عجبكم الفيديو أرجو منكم الاشتراك والتعليق بكل أدب وبكل ذوق. أحبائي سلام لكم جميعا، وشكرا على استماعكم وإطالتي للفيديو. أشكركم جميعا.